الشارع لانهم اعطاوهمش شنو اللي بغاو، ورا حنا يد واحده. التنسيق الله يخليكم، حنا يد واحده حتى ناخذوا النضال ديالنا. جينا اليوم في اطار البرنامج التصعيدي اللي خططته النقابات الصحيه داخل القطاع، نحتجوا من خلاله على هذا الصمت الرهيب لرئاسه الحكومه. مجموعه من الاجتماعات عقدتها النقابات مع الحكومه ووزاره الصحه بشكل خاص وممثلين على القطاعات الحكوميه. للاسف تم تمخضت الاجتماعات باتفاق قطاعي للاسف التنزيل ديالو في مرحله البلوكاج. الاطر الصحيه هي نظمات مسيرة وطنية في الرباط، تم المنع ديالها من طرف قوات العمومية. هذا المنع كان بطريقة غير مقبولة، ونسجلوا في حضورنا اليوم رفضنا لهذا التعامل مع الاحتجاجات السلمية للأطر الصحية. احنا مستمرين في البرنامج ديالنا النضالي الى ان يجيب رئيس الحكومة على الاتفاق والأسئلة الحانية اللي مرتبطة بتنزيل محضر الاتفاق. اهم النقاط التي دفعتنا للإضراب اليوم كشغيلة صحية بصفة عامة، فبعد تماطل الجهات المعنية في استجابة لمطالبنا خصوصا والتي دامت أزيد من 6 أشهر والتي تنقسم إلى شقين ذات أثر مادي وتتجلى في المطالبة بزيادة في الأجور لكل فئات مهنية الصحة من ممرضي تقنية وكذلك إداريين، وأخرى ذات طابع اعتباري قانوني من أهمها وهي الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور. ففي انتظار تفاعل الجهات المعنية، ونتمنى أن يكون هذه المرة جواب بطريقة إيجابية لطي هذه الصفحة والمضي قدما. فتم عقد اجتماع بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تم من خلاله تأكيد على مطالب الشغيلة الصحية عبر ممثليها للنقابات الثمانية، وتمت مراسلة رئاسة الحكومة في انتظار جواب نهائي إن شاء الله.